السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم في حلقة اليوم أبرز المواضيع المطروحة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب اللي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية اللي راح نقراها خلال هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من ملف التظاهرات في العراق، إذ تظاهر الخريجون التربويون والإداريون أمام مبنى محافظة بابل للمطالبة بشمولهم بالتعيين. تعرفون طبعا حضراتكم هذا المسلسل، مسلسل التظاهرات المستمرة للمطالبة بالتعيين، طبعا مستمر منذ سنوات، والحكومة إلى الآن يعني تحاول التعيين قدر المستطاع، لكن هي أيضا تقوم بالموضوع بشكل فوضوي. خلونا نشوف ونرجع. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني. المشرفون التربويون والاختصاصيون التابعون لوزارة التربية هم أيضا نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة برفع الظلم والإجحاف اللي طالهم من 6 سنوات، وطالبوا بالتثبيت على ملاك وزارة التربية ومنحهم مخصصات أجور النقل والمخصصات الأخرى أسوة بأقرانهم. خلونا نشوف. نكمل مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. موظفو شركة نفط البصرة من الحائزين على شهادة البكالوريوس أو الحاصلين على شهادة البكالوريوس نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة باحتساب مخصصات الشهادة وإنهاء التسويف تجاه مطالبهم المشروعة. خلونا نشوف. كلا للتهميش، اسلوبك ما يقنعني، فضل غيري وتغفل عني، فضل غيري وتغفل عني،
حقيقة هذه وقفة احتجاجية اليوم يقفها أبناء شركة نفط البصرة من المنتسبين الذين حائزوا على شهادات البكالوريوس نتيجة الحيف والظلم الذي تعرضوا له وسياسة التهميش والإقصاء داخل الشركة. اليوم نلاحظ أن هناك استثناءات تصدر من رئيس من وزير النفط الحالي الموجود بخصوص أبناء مسؤولين ونواب برلمانيين وأبناء مدراء أقسام، ويتعدى النسب إلى ابن العام وابن الخال وكل هؤلاء، ويميزون عن باقي أبناء العامة من أصحاب الشهادات داخل شركة النفط البصرة. صدرت من الوزير نفسه وزير النفط، تمام، ولكن احنا اللي وفق الضوابط واللي احنا شهاداتنا اللي هي من شأنها انه ترفع من شأن الواقع النفطي وتدعم المشروع النفطي وتزيد المدخول النفطي وزيادة الانتاج وتوسيع المحطات الانتاجية اللي صار في البصرة وحتى بقية المحافظات. انا اتكلم اليوم مو فقط عن نفط البصرة صراحة، اليوم نتكلم انه هذه المشكلة تلاقيها الشركات النفطية من الشمال الى الجنوب، وهي قضية عدم احتساب الشهادات الاعلى اثناء الخدمة. التميز اللي جاي يصير بالعراق، ان كنت انت ابن مسؤول وان كنت ان كان عندك واسطه او كنت منتمي لاحد الاحزاب، فهذه شهادتك تنحسب، سواء انت مطابقه للمهنه مالتك او غير مطابقه انت شهادتك هي محسوبه. بس انت الفقير اللي ما عنده حزب والما عنده مسؤول ومو ابن برلماني ولا اخو برلماني، فهذا اكيد راح يكثرونه على صفحه. والسياسه الداخليه اللي جاي تتصف فيها وزاره النفط تتصف بالازدواجيه، فمن جهة تحتسب الشهادات للأقارب لأبناء المسؤولين أعضاء مجلس النواب المحسوبيات، ومن جهة أخرى تضع العراقيل تضع القوانين وتحيل ملف الشهادات واحتساب الشهادات إلى هيئة الرأي العام، هيئة الرأي هاي من جهة، ومن جهة تضع العراقيل بخصوص القوانين واحتساب الشهادات. ننتقل ونتابع التعليقات مشاهدينا الكرام على هاي المقاطع. عندنا تعليق من يوسف يقول: احتساب الشهادات أسوة بأبناء النواب والمسؤولين، كلا كلا للظلم، كلا كلا للتهميش. عندنا تعليق من ماجد الكربلاء يقول: سياسة الأحزاب يجب فضحها. تعليق من زهراء تقول: انتفاضة الخريجين التربويين والإداريين مستمرة، العقد مطلب الخريجين انصفونا أسوة بأقراننا المحاضرين. وعندنا تعليق من وليد يقول: الاستثناء مطلبنا، نحن الخريجين التربويين والإداريين المتظاهرين في بابل، الاستثناء في حصة بابل من 150 درجة مطلبنا، لقد سئمنا من الانتظار، هذه الدرجات تم الموافقة عليها بعد جهد وتعب ومظاهرات واعتصام وقمع وتهميش لمدة سنتين، فهذه الدرجات من حقنا. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع ثاني في هذه الحلقة. نقل ناشط من محافظة بابل معاناة أبناء المحافظة بسبب قلة عدد أسرة الإنعاش الرئوي بالمستشفيات الحكومية في مشهد يكشف ويؤكد الإهمال الحكومي للقطاع الصحي في العراق. خلونا نشوف. اتصل بي أحد المواطنين اليوم صباحاً من أهالي جبلة، قال عندي طفل داخل بالمستشفى، مستشفى الإمام علي، وهذا الطفل محتاج له سرير للإنعاش الرئوي. قلت له صار تدلل. حقيقة أنا تواصلت مع دكتور حيدر المحترم، دكتور حيدر البرماني، الرجل تواصل وياي قال لي أنا راح أبلغ دكتور جواد وأبلغ المستشفيات حتى نحصل له، بس إحنا مشكلتنا إنه إحنا قليل عندنا أسرة الإنعاش الرئوي ويا أعداد المرضى. بقيت متواصل وياه لحد قبل ساعة وما حصلنا سرير، والولد يعني توفى الله يرحمه والله يصبر أهله، عمره 3 سنوات. يعني حقيقة يعني يوميا الكثير من المواطنين يتصلون بي حول هذا الموضوع، والدائرة الصحة بابل لا حول ولا قوة، يقول لك احنا أسرة عندنا أعدادهن محسوبة، مين نجيب أسرة؟ لذلك احنا اليوم نقولهم للحكومه: يا حكومتنا معقوله احنا نفقد ناس كبار بالسن، شباب، اطفال، على مسرير للانعاش الرئوي واحنا في سنه ال24 اللي دول العالم كلها تحدت، العالم كله اليوم وين وصل، العالم وين وصل بالتطور، واحنا في بلدي العراق ما نقدر
نوفر سرير للنعاش الرئوي ونفقد ناس أعز علينا؟ يعني هذا العائلة فقدت طفل عمره 3 سنوات، من يقبل يا مسؤولين يا وزراء يا نواب تقبل ابنك على مسرير انعاش راوي يموت؟ شنو تكلفة هذا الجهاز؟ يوميا مئات المليارات تنصرف، واحنا نعرف وكل العالم يعرف وين تروح هاي الاموال. نكمل مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام ونبقى في محافظة بابل، ويا نفس الناشط اللي سلط الضوء على ظاهرة الأخطاء الطبية في المحافظة نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة. خلونا نشوف. قضية بنتي حامل وصار عندها شبه اسقاط. نعم. هي تحس هي يعني سابقة هم عندها هيك حالة تصير عندها. نعم. رحنا وخش بالليل ب 12 بالليل أخذناها ورحنا، فقالت لي قدام ما بدفعون 500 لازم. يا الله أجيكم. زين. يا قالت إن الممرضة قلنا لها ما يخاف عيني، دفعنا 500. إجت بالليل. لا قالت وين سونارها. لا قالت الطفل ميت لو طيب. بأي ساعة؟ بالعشرة بالدعيش بالطناعيش هيك يعني. لا قالت وين السونر. لا قالت الطفل ميت لو طيب. لا قالت صعدوها. صعدناها. طبوها العمليات. هسا تطلع بيتي وماكو. هسا تطلع وثلاث ساعات. وطلعت البنية. عندها بطل دم طيها. أول مرة أشوف هيك حالة كورتاج تصير بيها. مو مشكلة. طلعت تزوجها قالت لا يا ما بيها شي البنية وخلاص. والطفل اللي طلعناه ميت وهاي. ثاني يوم ما جتي بالعشرة صبح ما جتي طبيبة ما جت لعنة البنية ساعة حالتها. ثاني يوم بعد أكثر ساعة ما تحملت. أنا فظيعة تشيل رجلها ما تقدر تقعد ما تقدر أكل ما تأكل. رجعناها بالليل قال هسه عملية طببوها العمليات قال هذا الرحم مثقوب سوالها العملية البنية طلعوها ورا 5 أيام رجعوها نفس الشيء هم العملية ما هم العملية ثانية رجعت والأكسجين مخشمها والصوندات محطوطة وجتها جتها قالت لها هيك قولي من السرين زينة قولي حبابة وين رحتي وزرفوا الرحم مالتش قولي ترى أنا حاطة كاميرات داير مدار المستشفى دي تقولها أنت هاي العملية مو أنا مسويتها أي مو أنا عندكم التقرير الكامل إنه يثبت إنه هي قائمة بهاي العملية نعم فتني الطفل بشيشة قاعد تحللوه جت الطبيبة المقيمة قالت ها لا لا تحللوا ذبوه تقول الدكتورة ليش؟ مو هذا يثبت بأن جاء سحب الأمعاء وحرمات أقول عليه دكتورة خطأها الطبي هذا ليش؟ نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ونبقى في محافظة بابل لكن نطلع من الجانب المتعلق بإهمال الأطباء وأخطائهم وننتقل إلى وضع وحال المستشفيات بالعراق. في محافظة بابل تحديدا انقطع التيار الكهربائي عن أحد المصاعد وطابق كامل في مستشفى خاص داخل المحافظة ولم توفر إدارة المستشفى ولا وزارة الصحة البدائل داخل المستشفيات لهكذا حالات. هذا الأمر يهدد حياة المرضى وخاصة أصحاب الحالات الطارئة. خلونا نشوف. كم مستشفى تطفي بها الكهرباء بنص يطلع بمصعد والله عجيب والله العظيم شيء يو بي اس زين عطل المصعد والله نزلنا من المصعد عطل كارثه بس تعود جتي كهرباء غير تخلي يو بي اس صار في حادث داخل الدفاع المدني عجيبه عجيبه هاي المستشفى عجيبه يو بي اس زين عطل المصعد والله نزلنا من المصعد عطل كارثه بس تعود جتي كهرباء غير تخلي يو بي اس صار في حادث داخل الدفاع المدني عجيبه هاي المستشفى عجيبه. خلونا نتابع التعليقات على هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من صلاح الربيعي يقول المستشفيات الأهلية في محافظة بابل خارج الخدمة ولا نعرف لماذا السكوت أو لماذا السكوت دائرة صحة بابل عن خروقات هذه المستشفيات. حيدر أكرم يقول المستشفيات تأسست لمص دماء الشعب دون أي رادع مع شديد الأسف. علاء يقول لو عاطل المصعد بشخص عنده ربو أو حساسية أو حساسية قصبات أو فوبيا أما يموت خنقا أو تدريجيا أو يصاب بخوف متزايد وكابوس خانق كأنما غارق أو محترق المفروض إقامة دعوة قضائية لوجود مصعد في مستشفى غير آمن أثناء انقطاع الكهرباء. حلوة هاي دعوة قضائية. خلونا نشوف هذا الشيء يقول المستشفيات والعيادات والجامعات والمدارس الأهلية ومعاهد التدريس الخصوصي وغير متابعة لأن الرقيب شريك.
نسمع السيد عبد الرزاق من بابل. سيد عبد الرزاق حياك الله. بداية يعني أحد الأخوة يريد إيقاظي، يقول المفروض ترفع دعوة قضائية على إدارة المستشفى أو غيرها للإهمال. هو أكو قانون وقضاء يحمي الناس وحقوقها؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأخ أقول له يا بدير بالك على نفسك، خاف يدزوا لك دورية ويدبوك بالسجن. يعني هاي الحقيقة أستاذ محمد. اليوم المستشفيات الفقير ما له مكان، يعني ماكو أي اهتمام بالإنسان الفقير، كلهم اهتمامهم بالمستشفيات الأهلية وتوفير الخدمة لها، والطبقة الحاكمة هي مرفهة من كل ناحية، أما الفقير فماكو غير إلى رب العالمين، لأنه إحنا جاي نشوف يا أستاذ محمد من يروح المواطن للمستشفيات الحكومة كل شيء ما يلقى بيها، تروح المستشفيات الأهلية الأسعار غالية، وهو يا دوب يحصل له باليوم 25 أو 15. زين فنشوف يعني ماكو أي اهتمام بحياة المواطن العراقي. فهذا طبعاً هو يصطدم بالمستشفى الأهلي ومو الكل، لكن يصطدم بأطباء بلا خبرة، هواة مو أطباء. والحالة اللي سمعناها من بابل لامرأة دخلت وهي حامل، خرجت رحمها مثقوب، وقضية حقيقة غاية في المأساة. وممكن هذه المرأة تحرم من الإنجاب مدى حياتها بسبب خطأ طبي، ويا مكثر الأخطاء الطبية في العراق بسبب التعليم السيء الرديء، وبسبب الفلوس اللي اليوم تقدر تخرج لك أبو الأدبي تسوي جراح. فيعني هاي مشكلة، هاي مشكلة اليوم أيضا دي يواجهها اللي راجع المستشفيات الأهلية. المستشفيات الأهلية تعتمد على الأطباء اللي المستوردين أستاذ محمد، فهذا لا خبرة ولا كفاءة ببلده، فالجماعة يجيبوه على الرخيص، يجيبوه حتى على مود يكون الضحية هو المواطن العراقي، ويتعلمون بالمواطن العراقي. صدقني يا أستاذ محمد، هذه قصدك يعني يستعينون بجنسيات ثانية كأطباء؟ نعم، يستعينون بأطباء من جنسيات ثانية من دول أخرى؟ اي مستوردين، يستوردون اطباء. اخذ هذه المستشفيات يعني انت منو تقدر توصف لنا؟ يعني انت شايف اطباء معينين من دول اخرى جو يشتغلون عندنا بالعراق؟ ممكن تقول لي مين؟ يعني مثلا انت شفت احد، سمعت احد؟ بلا، هو صدقني هاي اغلبيتها استاذ محمد معروفه وكل يعرفها. هذا عندك المستشفى هذا بكربلاء اسمه هذا زين العابدين، ادخل الحجة، ما اعرف شنو المسميات هذه. انت تدري ليش يعني اسال هذا السؤال؟ لانه صراحه بالعاده هذه النظم او هذه السياسات اللي تتبعها بعض الدول بالاستعانه باطباء من دول اخرى للعمل داخل بلدانهم، لانه الدول الاخرى اللي يستعان بها دول ذات سمعه طيبه في مجال الطب. على سبيل المثال للذكر انه الهند مثلا الطب فيها متطور، ولذلك تستعين بأوروبا، تستعين بتحديدا بريطانيا ودول أخرى، أمريكا تستعين بالأطباء الهنود، لأن هم لهم يعني صيت عالي ولهم إمكانيات وطبهم معروف عنه وسمعته جيدة. إحنا بمن دن نستعين إذا فعلا دن نجيب أجانب من خارج العراق؟ هاي المستشفيات اللي موجودة بكربلاء يستعينون بالسوريين باللبنانيين، فتقدر يعني حضرتك تيجي تشوف المستشفى هذا زي العابدين، وهذه الأغلبية الكادر هو أما إيراني أو لبناني أو سوري. يعني المشكلة يا أستاذ محمد، يعني الطامة الكبرى، إحنا عندنا من الأطباء بما فيهم الكفاية والقدرة يعني الصراحة، ويعني معروف يعني كل مواطن العراقي يعرف بأنه الطبيب العراقي إلى احترامه بالخارج وخاصة بلندن. يعني يقولون بينهم الطبيب العراقي إلى مؤهلاته ومميزاته، لكنه بلده يعني مع كل الأسف ما جاي يعني يقوموا بدوره بواجبه. أنا ما أقول الأكثر، لكنه يعني جاي أشوف يعني أطباء هذه ما يدون واجبهم بصورة صارت تجاه المواطن. يعني الطمع والجشع هو اللي يعني صراحة منو اللي نمى هذه الخصال السيئة داخل نفس الطبيب، من طمع، من جشع، من ابتزاز للمريض،
من استغلال للمريض، منو اللي نمى في عقول الأطباء ومنو اللي وفر لهم هاي البيئة اللي ينشط بيها هذا العمل الغير إنساني والغير قانوني أيضا؟ الطبقة السياسية الحاكمة أستاذ محمد، أضرب لك مثال بس بلا توسع. بزمن النظام السابق الله يذكره بالخير أو الله يرحمه، الرجل ما أعرف عن حياته، سمير الشيخلي، إحنا ما فالرجل من استلم وزارة الصحة من الصبح يوقف بباب المستشفى وأي طبيب متأخر يوجه له كلمات يعني الصراحة تليق مقامه لأنه ما يحترم واجبه. طيب. فقاموا يمشون لك يعني على طريق مستقيم، يعني أنا أريد يا ريت الكلامات يوصل، يعني أقول مع كل الأسف الطبيب اللي هو الرسالة مالته إنسانية، يعني ما يؤدي واجبه إلا عن طريق الرزالة وعن طريق الغلط. نعم وصلت الفكرة. أنا أشكرك سيد عبد الرزاق من بابل، ويانا السيد أبو سجاد من كربلاء، تفضل يا أبو سجاد حياك الله. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. حياك الله. جبتها على وزارة الصحة أنت وجبتها على حكي على وزارة الصحة. أي نعم. أنت شايف أنا من بغداد. أي. وأنت شايف هسه عندنا مستشفيات مع القادسية مع الداخل ومع الشوادر. لا ما شايفها، أنت وصف لي إياها. أي. أنت تدري حتى الثدييات هاي الثدية منتهي مالها يعني؟ السديات اللي ينام عليها المريض منتهية. اي انت ما لو طفلت العب روحك تقول انا لو طاب مطعم خايس ولا طاب مستشفى. طيب هاي بيئة ملائمة لعلاج المرضى. اي كل شيء تعبانة وما بيها حاضر وكل شيء. طيب انا بس اريد منك شغلة بس شغلة ابو سجاد، نص صوت التلفزيون حتى لا يصير بيني وبينك صدى، هذا اول شيء. الشغلة الثانية، وزراء الصحة ووزارات الصحة اللي تعاقبت من 2003 لليوم يا أبو سجاد انصرفت عليها مليارات الدولارات، وين هن ذني؟ ليش ما نشوفهن؟ ها أستاذ من رخصتك. نعم. متابعة ماكو ذاك اليوم، أنا مرت تخربطت هسه المستشفى. زين؟ يعني محتارة الوحدة تيجي تعلق لها كانون ماكو، جاتني وحدة تقول لي أنا أعلق لها كانون أريد 5000. شنو رأيك بهاي؟ طيب عندي سؤال ابو سجاد، يعني هسه نعرف هسه احنا كلنا العراقيين كلهم بلا استثناء يعرفون انه الطبقه السياسيه مجموعه من الحراميه بلا ضمير ما عندهم، لكن هم ليش يطلعون امام الاعلام يتكلمون عن الانجازات؟ طيب لما نجي هسه نتكلم عن وزاره الصحه عن المستشفيات، انت اليوم يا غني تروح مستشفى اهلي، يا فقير الحالة مالتك تسوء وقد تؤدي هذا المرض يؤدي إلى وفاة مريضك. إيه. هسا أنا ما أقدر أروح مستشفى أهلية. طيب. ما عندي فلوس. نعم. ما عندي، يعني أنا أشتغل عمالة أخذ المستشفى أهلية كشفية وعلاجات وشين ما عندي. يعني أشتغل عمالة من العمالة أجيبنا ببين على المستشفى الأهلية، خلاص أقول عندنا حكومية وروح بيها الحكومية منا طب لها. تمام. ما معترف من حد يقدرك. تمام. يعني دكتور يحتاج لا أبالي. نعم. يعني كله إلا فلوس، اعطينا 5 وقمشت لك قانوني، اعطينا هاي يعني أنا غير أقول حكومة وهي تقدر الوضع وأنا المفروض أيضا يكون أكو تأمين صحي، المفروض أكو تأمين صحي. يعني أنت حضرتك من الطبقة الفقيرة، غير أنت وغيرك من ملايين العراقيين، المفروض عندكم تأمين صحي يغطي علاجكم بشكل مجاني حتى ما تتكلفون عناء البحث عن علاج بثمن غالي وانت ما عندك. دولة تقول انا امثل الشعب، انا امثل الفقراء، انا خلصتكم من نظام كان دايس عليكم، ليش من اليوم ترفع من شأن العراقيين؟ كذب، ما عندنا دولة تمثل الشعب. الدولة تمثل الشعب، جاي حاسبة المستشفيات، جاي حاسبة كل شيء. ما جاي تحاسب، يعني جاي طب للمستشفى تشوف بعينك تقول شنو هاي؟ يا الله اكبر، كل عينك فلوس. لا وين محمد الشيعي السوداني اللي اول ما استلم الحكم قال الله لا يوفقني على هالخدمه لما راح المستشفى الكاظميه التعليمي، وينها؟ هسه خلي يجيب متابعين هنا ببغداد وخلي يتابع هاي الشواذ القادسيه وراح يقول لي والله عم طلع مواطن وحكي وصدق، هذا صحيح حكي مال هذا المواطن. سنه واكثر قالوا هذا حكومه خدمات، هذا شخص اجى راح يبني راح يعمر المستشفيات، صار لأكثر من سنة طور بيها شيء، غير أنت شفت تأثير لك الله.
نعم. اي والله ما حد بيده شيء، ما حد بيده شيء. انا مستشفيات الطب لها هسه تكون تودي لك مراجع وتقول له روح حل شدوا السالوني، يقول لك ما عندنا كان نجي من برا ب 5000 ب 3000. انا اشكرك ابو سجاد من كربلاء، شكرا جزيلا لحضرتك. الصحف الأمريكية تحديدا في فترة فيروس كورونا وانتشار هذا الوباء، لما وصل الموضوع للعراق اللي الحكومة في وقتها كانت حكومة مهملة، تركت حدود العراق مفتوحة، إيران كانت واحدة من ثلاث بؤر في العالم في بداية انطلاق الفيروس، كانت إيران الحكومة عندنا ما اهتمت لهذا الموضوع وتركت الحدود مفتوحة مع إيران. ملخص الكلام، التقارير اللي صدرت من صحف غربية أمريكية إن كانت أو بريطانية وطبعا دولية بشكل عام، ذكرت بأن مستشفيات العراق كانت عبارة عن بؤر موت، اللي يدخل بها بمرض بسيط قد يخرج بمرض أشد، واللي يدخل بها معافى قد يخرج ميت بسبب الغياب العناية، غياب النظافة، غياب الاهتمام الطبي، مثل ما وصفها أبو سجاد بأوصاف دقيقة، ربما القذارة والمزابل اللي موجودة في المستشفيات والحيوانات السائبة، حيوانات الشوارع عجلكم الله وغيرها، هو هذا اللي تلقوه اللي موجود في المستشفيات الحكومية، على عكس المستشفيات الأهلية اللي أغلب أصحابها من المنتفعين من هذه الحكومات أو من هذه الحكومات كأحزاب أو مسؤولين، اللي مستشفياتهم نظيفة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، الكوادر مالتهم على مستوى قدر المستطاع طبعا في سبيل جني الأرباح من أصحاب المال الموجودين في العراق، المواطنين اللي عندهم إمكانيات مادية، لكن المواطن الفقير واللي هم الغالبية واللي هم ملايين العراقيين مو مهم شي يصير بيهم، ومو مهم أرواحهم شي يصير بيها ولا صحتهم إذا ما عنده فلوس يتعالج. أنا بس أسأل، مستشفيات المرجعية الكفيل وربعة غير المفروض هاي تكون مستشفيات خيرية، علاجها مجاني، طبابتها مجانية، معالجتها للناس، الكوادر اللي بيها متبرعين متطوعين، ليش نشوفها من أغلى المستشفيات اليوم بالكشفية وبالعلاج؟ هاي مستشفيات المرجعية اللي المفروض عينها على الناس، عينها على الشعب. عندنا اتصال، السيد أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلون صحتك؟ حيا لحضرتك الى قناتكم الشريفه. اهلا وسهلا ام عبد الله. استاذ هاي الجماعات او الجماهير المهوله اللي تطلع من اجل التعيين، يعني تتصور حيعينوهم بشكل صحيح في العراق؟ يعني ما اتصور. ليش السبب؟ أستاذ إنه إحنا كعراقيين تم إسقاط الجنسية العراقية عن جميع العراقيين، إلغاء الجنسية مع شهادة الجنسية للشعب العراقي بأكمله والاستعانة بالبطاقة الموحدة. ترى هذا مو وليد الصدفة، بل هو تخطيط له في طهران والنجف والحكومة العراقية. بدأ في عام سولاف وزير الخارجية في زمن العربي وكمل في زمن العمين عبد الأمير. طيب أنا بس أنا أوقف وياك سيدة أم عبد الله، بلا زحمة عليك وتحمليني، يعني الأفكار مع حضرتك تتشعب والموضوع دي يتوسع. خلينا بالمظاهرات اللي طلعت من الشباب الخريجين اللي دي يطالبون بالتعيين. أنا أسأل سؤال، هو حقهم، بس اسمحي لي دقيقة أم عبد الله بلا زحمة، هم حقهم يتظاهرون للحصول على وظيفة في بلد غني المفروض يوفر لهم شغل، لكن بالمقابل هم ما يشوفون الخريجين أصحاب العقول النيرة، ما يشوفون أن البلد بمؤسسات الحكومية مترهل والموظفين دي يتكدسون فوق بعض، ما يشوفون أنه مو هذا المطلب الصحيح، المفروض أكو مطلب أقوى للخلاص من هاي الحكومة اللي هي السبب في مأساتهم. إحنا ليش الناس عندنا بالعراق بعدهم بالتظاهرات نظرتهم محدودة؟ تفضل يا ام عبد الله. استاذ احنا يعني القصد من اللي دا اقوله انه كل الجماهير اللي طالبه بالتعيين ما تتعين. ليش؟ لانه معروف من سقطوا الجنسيه العراقيه وخلونا البطاقه الموحده،
هاي انطوها لكثير من الايرانيين. ترى من الصبح احنا كثير من الاموال الايرانيين اللي موجودين هسه في العراق كلهم من ايران، من افغان، ومن تايلاند، ومن الدول الاجنبيه، تجي بكميات اعداد كبيره. ماكو مجال انه يقومون بعمليه تعيين العراق مكانه. يعني هذا، يعني هذا تصرف انه خلونا عملونا بالبطاقة الموحدة، عملونا مثل ما عملوا الجماهير اللي موجودة في إيران، كان ينطوها إلى المدلكات في طهران وإلى أموال النظافة. فإحنا طول البطاقة ألغوا الجنسية العراقية وخلوا مكانها بطاقة موحدة. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا. نعم سيدة أم عبد الله وصلت الفكرة، أشكر حضرتك المشاركة، شكرا جزيلا سيدة أم عبد الله على هذا الطرح. وإن كان النقاش شوية ابتعد عن مضمون الموضوع، لكن أنت حضرتش ذكرتي أنه هذه الحكومات ما راح تعين من باعتراف أول شيء حيدر العبادي وصولا إلى محمد الشاع السوداني العراق، وبتقارير دولية هو من أكثر دول العالم احتواء على موظفين حكوميين في دوائر الدولة استنادا أو مقارنة بالتعداد السكاني أو بعدد سكان العراق التخميني، طبعا احنا ما عندنا تعداد رسمي، فعدد سكان العراق مقارنة بالموظفين الحكوميين عندنا فائض في الموظفين الحكوميين، عندنا ترهل في مؤسسات الدولة، بطالة مقنعة مثل ما يحب البعض يوصفها. ومع هذا نلقى تكدس المراجعين على شبابيك المعاملات أو دوائر الدولة لإتمام معاملاتهم، لأنه الموظفين الموجودين عددهم قليل. طيب وين الفائض لعد؟ هذا الترهل المفروض غير يسخر في سبيل خدمة المواطنين وتسريع أداء هذه المؤسسات عموما. ننتقل إلى موضوع مرتبط باللي ذكرناه قبل شوية، وهي معاناة المراجعين في دوائر الدولة. ناشط من محافظة النجف وثق معاناة المراجعين في دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام هذا الموضوع ونناقش قضيته مع حضراتكم. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئة الرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، اليوم راح ننقلكم معاناة المواطنين اللي المفروض من وزير العمل يوفر لهم بناية أو أكثر من بناية لهاي الشريحة المظلومة والمهموشة. احنا اليوم راح نطب ونشوف المعاناة يا احمد الاسدي، يا المفروض من عندك انت من تخلي معين او مرافق ما تخلي المعاق يجي هنا ويشوف هاي المعاناة وهاي المأساة. هاي رسالة موجهة، ولو احنا شو نقول؟ نقول لا حياء لمن تنادي. لو كان اكو حياء كان ما وصلت هاي الناس لهالمستوى وهذا الحال. انا راح اطب جوا وراح اراويك يا احمد الاسدي معاناة المعاقين ومعاناة المعين ومعاناة المواطنين عامة في محافظة النجف الاشرف. هاي القاعة الأمامية. هاي القاعة الأمامية. احنا راح نوصل للقاعة الثانية. خلي نشوف أحمد الأسدي. خلي نشوف معاناة الناس. وهاي الدائرة المهموشة. وهاي رسالة موجهة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، خلينا ينظر إلى الحال المواطنين المدري توفير أكثر من بناية لهم، مو بناية مساحتها أكثر من 200 متر اللي ما تسعيها 4 أو 5. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع ثاني إلى محافظة البصرة اللي وثق فيها ناشط آخر معاناة المراجعين في دائرة الحماية الاجتماعية التابعة أيضا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة البصرة. خلونا نشوف. طبعا أنا متواجد وخلفي قسم حماية المرأة في محافظة البصرة. حقيقة الوضع مأساوي في قسم حماية المرأة، مثل ما تشوفون الأعداد المراجعين جدا كبير، بحيث أعداد الموظفين الموجودين لا يتناسب مع حجم المراجعين. طبعا التقصير يعود ليس بالموظف، لأنه أعداد الموظفين المتواجدين جدا قليلين،
ويعني لا يستوعب حجم المراجعين. السيد معالي وزير العمل الأستاذ أحمد الأسد، حقيقة إحنا نعرف عنك كل الخير، ونعرف أنه أنت رجل متابع لأعمال الوزارة، وما تقبل اليوم المرأة أختك أو أمك في محافظة البصرة أنه تنذل بهذه الصورة وتفترش الأرض. أعداد الموظفين لا يتناسب مع حجم المراجعين بسبب سحب الموظفين اللي هم 30 ألف درجة وظيفية، بسبب عدم وجود تخصيصات مقطوعة من قبل الوزارة. احنا نوجه هذه المناشدة للحكومة المحلية في محافظة البصرة المتمثلة بالسيد محافظ البصرة، انه الكثير من التعيينات من ضمنها 30 ألف درجة وظيفية و36 وحاليا 13 ألف ما اعرفوا الدوائر في محافظة البصرة الخدمية اللي على تماس مع المواطن بهذه الصورة. احنا نتمنى اليوم رسالتنا توصل إلى جميع المعنيين بما فيهم السيد معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أن ينظر بعين الاعتبار لأمهاتكم وأخواتكم اللي هم يراجعون قسم حماية المرأة، وهي اسمها قسم حماية المرأة، ليس إذلال المرأة والمراجع في هذه الدائرة. راح نتناقش ويا متصلين الكرام حول ما ذكر الأخ الناشط من محافظة البصرة بشأن الوضع، وأيضا ذكرى لجزئية سامع عن أحمد الأسد كل خير. خلونا نشوف ماجد يقول: هو هذا المواطن العراقي مهان وفاقد كرامته في دوائر الدولة، فشنو الخير اللي سامعه يا سيدي الناشط عن وزير العمل؟ عقيل يقول كل الدوائر هيك ازدحام، حتى لو يصيرون 100 موظف لازم يذلك ويطلع روحك حتى تنطيه المعقب، لأن لا حسيب ولا رقيب. وين الخير اللي سمعته؟ طالب يقول يعني نريد نعرف شنو هاي الناس، مو بشر؟ يعني ما يصير يسوون قاعة كبيرة ويجلسون بها الموظفين والمراجع ويستلمون المعاملات ويصيحون بالأسماء؟ يبقى السؤال قائم. ومحمد النجف يقول والله العظيم أفسد دائرة بالعراق هي دائرة رعاية النجف، وأغلب الأسماء اللي إجت بالواجبات السابقة عن طريق الأحزاب والواسطات والنواب، والفقير والمريض ما حد بحاله، الله لا يوفقهم لا دنيا ولا آخرة، آمين يا رب العالمين. سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، السيد الناشط من محافظة البصرة سامع عن أحمد الأسدي أحد قيادات ميليشيا الحشد، أحد أعضاء منظمة بدر، ميليشيا بدر، سامع عنه كل خير. عجبا، بعيدا عن الجانب الميليشياوي من أحمد الأسدي، كوزير عمل وشؤون اجتماعية ما هو الخير الذي قدمه للمواطن في مؤسسات الدولة؟ احتمال هذا الناشط تابع حلو عيب. لا لا لا، أبو عبد الله رجاء أنا ما أقبل، أرجوك بس اسمح لي، أنا بس دا أسأل سؤال عن هذا الكلام، هذا الناشط تابع، اتهامات ما أريد، لو سمحت تفضل. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنت من تيد الحشر صحيح تزعل. لا لا شوية. لا هو مو زعل، بس أنا ما أحب أيضا الاتهامات. يا حبيبي تسمعني يا أي. حبيبي أنت مو تيد رأيي. يلا تفضل. قبل شوية أنت تقول هاي الدولة جت جديد خلصنا من نظام طاغية وخلصتنا من نظام طاغية. يا عم إحنا هسه بال 2024 يعني يمتى العراق يصحى؟ يمتى العراق يصير بيه؟ يا عمي هسه تيجي هو بالرعايه الاجتماعيه يجي يفطر على البيوت، يجي الباحث يقول له هامو انت عندك تلفزيون عندك مبرده، يعني شلون انت تيجي شلون تيجي يعني يقعد بس دبلي حج السامع يعتبروها رفاهيه وين يقعد؟ نعم شلون تادي؟ يعتبروها رفاهيه اذا كان عندك، يعني يقول له عندك تلفزيون، زين التلفزيون يجوز انت استاذ محمد انت وافل او اللاقط برا عند ناس ماكو طيبه مريده اطلع برا الموضوع. ناس طيبة وجابت له تلفزيون، اكو ناس طيبة ماكو تدور اجر لله وجابت له ثلاجة، يعني شلون انت تزيد الفرد لو ما عندك كل شيء؟ يعني وين قاعد؟ على القاع لو قاعد بالشارع، وكثير اكو ناس طلعت ناس قاعدة بالشارع وناس قاعدة جوا الجسر، ويجي ابو الرعاية الاجتماعية يجي راكب له سيارة بثلاث شدات من يجون على المكاتب ماكو عنده ماستر كارت ما ادري عنده هاي الكيكارت ما نعرفه، والله انا ما اعرفه. انا بس حتى الوقت لا يروح من عندنا، انا اريد اسال حضرتك ابو عبد الله،
أداء حكومات الإطار التنسيقي بأحزابهم ميليشياتها اللي تسلموا مناصب في الدولة اللي يقودون الآن وزارات مثل أحمد الأسدي وغيره، ذول الخدمات اللي قدموها للناس، السؤال الأهم هو هل هو يشعر بالمواطن وهو أسترالي صاحب جنسية أسترالية وبيته ذاك هو مصور وباليوتيوب موجود فيلا مرتبة ونظيفة في أستراليا ما تعرف من جاب فلوسها أولا، القصد هذا الشخص اللي هو أصلا بيئته وتأسيسه مخالفة للقانون مخالفة للدستور ويلزموه وزير يشعر بالناس يقدم خدمات يعرف الناس شو تريد يحس بالعالم؟ لا أستاذ هذا ما يحس بالعالم لأن هو أساسا هو جنسيته مو عراقية هو مو عراقي هو عائلته من تسأل علي وين عائلته وين ساكنة عائلته بأستراليا عايشوف الضيم عايشوف عايشوف الشوارع المكسرة عايشوف البهدلة مال سيارات مال أمطار من هو الله تصفح شايف إن هو هيك تشيلي نعم انت هو قاعد بالسرالية بالسرالية قاعد بالسرالية وها وطيارة على حسابة تودي طيارة ترجع يا عمي العراقي ليش كيلوا مع احترامات العراقيين نعم ماكو شيء عمي هاي ناس هاي كلهم وهذا اللي يقودنا ويرجع بينا الى سؤال الاخ الناشط اللي طلع من البصرة هو وغيره اللي يحاولون اثناء تصوير يكونون عندهم تهذيب بالطرح لباقة بالكلام لكن للأسف تروح إلى خانة المديح والثناء على أشخاص هم السبب في دمار هذا البلد ليش ما أكون صريح أنت دا تطرح معاناة شنو سمعنا عنك كل خير ما الخير اللي سمع عن هذه الأحزاب والميليشيات اللي تحكم العراق من 20 سنة هو لو أكو خير مسموع عن هؤلاء كان شفتوا حال الناس في دوائر الدولة بهذه الحالة الغير آدمية لا استاذي جابوا خير استاذي بالعكس هذول جابوا خير الخير حيل كثير الكيكوين والكريستال والكل هذا ماكو اب قام يذبح ابنه ابن يذبح الاب يعني هذا كل هذا مو خير بالعكس هاي دمروا الناس دمروا الشعب هذا السموم البيضاء هاي جابوها هذا صحيح خير جابوا اشكرك ابو عبد الله شكرا جزيلا من صلاح الدين ربما قد تكون اللغه شويه بها قسوه تجاه الاخ الناشط هو حقه بالطرح وهذا رايه وما نقدر نكمن فاها مثل ما تسوي الحكومه لكن النصيحه او الطرح هذا يستفز العراقيين بشكل كبير لانه الناس اللي في دوائر الدوله اللي ينطحنون في هذه المراجعات اللي خطا واحد قد يعيد فرة طويلة عريضة في سبيل أن تتم هذه المعاملة لما يسمع هذا الكلام ويسمع بأنه مواطن آخر يقول عن المسؤول المقصر يقول عنا سامع عنك كل خير يستفزه يثير حفيظته ويخليه ينفعل ويغضب أنه أنت جدا تقول هو لو أكو خير في هذا البلد كان شفناه على الأقل في دوائر الدولة كان شفناه بالشوارع بالمستشفيات بالمدارس كان شفنا هذا الخير مترجم إلى أفعال على أرض الواقع مو بس صيت وأناشيد وشعارات نكمل ويا هذا الموضوع مواطنون بمحافظة بابل اشتكوا من حال شوارع البوحمدان في قضاء المسيب حيث تتجمع النفايات بشكل كبير فضلا عن طفح المجاري وانتشار أجلكم الله كلاب الشوارع وسط مناشدات من الأهالي للجهات المعنية والبلدية من أجل إيجاد حل لهذه المشاكل خلونا نشوف ونستعرض سريعا هذه المقاطع احنا بالنسبه لمحافظه بابل قضاء المسيب صوب البوحمدان هذا الشارع اللي هسه احنا واقفين عليه حاليا وتقدر انت بكاميرتك تصوره هذا كان متبلط بال 1972 صبه يعني عمل درجه اولى لا ما يوقف لا مسلطه اجوا الساده المسؤولين اللي بقضاء المسيب اللي هم متنفذين بلطوا هذا الشارع بشهر التاسع العام ورا 20 يوم انقشط الشارع كليته وطلعت الصبة القديمة اجوا بلطوا النوب تبليط الاخ شوف ايش صار وراك انت ممكن اريد الكاميرا مالتك تصور خل تنقلها للحكومة يعني هاي شوف هذا الرجال يقدر يطلع من بيته يعني بيت بنص المدينة احنا الشط بصفنا طبعا شط المسيب بصفنا يعني مي مال امطار مجاري اللي مال امطار ماكو بالمسيب ايش ذا يسوون ما ادري مليارات انصرفت تريليونات انصرفت يعني هاي الدولة ماذا تحاسب على ذولا اللي دا يسوون هذا العمل؟ يعني من دا يشتغل هذا المقاول دا يجي وواقف على رأس المسؤول وبس صورني يقف المسؤول صورني
والله أنا سويت هذا الإنجاز. أنت دا تشتغل على غلط، هو هذا الغلط اللي دا يصير. الدولة دا تدفع مليارات وتريليونات الدنانير، وبالتالي إحنا هنا دا شوف البيوت ما حد يقدر يطلع من عندها. هذا البيت يقدر يطلع من بيته؟ شوف الصاير قدامه، الهور مال الحويزة. عمي عمي خلي يطلعون المسؤولين يتابعون على هاي الفلوس وين دا تصير. ثاني شيء المسؤول اللي واقف عليهم هو مو اختصاصه، مو واجبه هنا، هذا واجب أبو البلدية أبو المجاري يطلع يقف على عمله. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام سريعا على هذا المقطع. علي يقول العيداني صار له 7 سنوات لازم البصرة، ما عرف يشتري كابسات حكومية وآليات النظافة، ملتهي بالكورنيش والمجمعات السكنية لأن بيهن أرباح واستفادة. وطبعا التعليقات عامة عن الأداء السيء للمحافظين والمحافظات. ريماس تقول بلطوا أوهم كل حفر وتلزيق، المهندسين والمقاول كلهم شغلهم فاشل وما حد يحاسبهم أو ماكو متابعة، وسنة ما يطول كلها قابضة حصتها. عندنا تعليق من أبو زين يقول فساد وهدر للمال العام واضح. وتعليق آخر من أحمد يقول مع الأسف ماكو جهة رقابية مختصة بمتابعة المشاريع، لذلك نشوف أغلب المشاريع ليست بالمستوى المطلوب. ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك مشاهدينا الكرام. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين سلط الضوء على معاناة المراجعين في الدوائر الحكومية بسبب سوء التنظيم والإدارة والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية. خلونا نشوف. توقيع 7000 ختم، يختموا لك بالعقارات، تبقى بالعقارات، تروح للبلدية يومين تباك، تصعد تنزل تصعد تنزل، طب مدير ارجع مدقق، ارجع بحث، ارجع مدري شنو. هاي خريطة ملعب الشعب بيان، بعد فوقها اختام، بعد فوقها راح تجي اختام 10 20 30 ختم ما تدري. اليوم تموينية البصرة على التدقيق، حاسبة واحدة وشوف السرج طوله وشباك واحد. وبهذا أصل معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.